تمام يا اخوان، رجعنا لكم فيديو جديد، وزي ما عودناكم ان شاء الله حنفرجيكم اللي هو الطائر الجديد. ولكن قبل هيك، موضوع حلقتنا لهذا اليوم ان شاء الله حيكون عن ركض البطة، وهل فقست او لا، وكم الها راقدة والى ذلك. خلنا قبل ما نروح للبطة نشوف الفرد الجديد ونعرفكم عليه، اللي ما عرفهوش في الحلقة اللي هو اللي انعرضت امس في القناة الرئيسية. هذا هو، رحبوا معنا في جامبا. سميناه جامبا نسبة لأنه لونه أخضر، فبيشبه اللي هو فلفل. الألوان هذا الأحمر والأخضر والأصفر، هذا الحلو. إحنا صراحة بنسميه عنا فلفل جامبا، فاختصارا لفلفل، فبدنا نسميه جامبا، فلفل جامبا، فجامبا. فكان كثير 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 إشي حلو إنه أنا جبت لنرجس. مش عارف وين نرجس متخبية. اطلع يا نرجس، يا نرجس اطلع يا نرجس. هذه نرجس متخبية برضو، هم نطلعها. اطلع 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 يا نرجس. ايوة هيك صارت تطير يا اخوان، وتعافت من اللي هو الجروح اللي كانت فيها. فرحبوا معنا في جامبا، فرد العائلة الجديد. طبعا جبنا معايا اخوان الا وهو الشربات هذه، فحنملاها على السريع ونشوف اللي هو الأقفاص اللي أنا عندي اللي بتحتاج اللي هو وضع يعني موية. طبعا هذه الشرابة صغيرة عليهم، فحنحط لهم الكبيرة. وإيش صار هنا؟ صراحة صار حاجة مش حلوة كثير، انتظرونا في فيديوهات ثانية. مش عارف أم المول ما تفرجينا هالقيت. خليكم عشان تتحمسوا يا إخوان. تمام، حنعملكم حلقة في القناة الرئيسية كم بيضة جمعوا. صراحة زي ما قلت لكم زهلت من كمية البيض اللي جمعوها، فحنبحث ونشوف ايش القصة وهالعدد الهائل وهيك. كان خلنا نعبي الموية هذه، الا وهي هذه، ناخد شرابة ونعبيها من الشربات الجداد، ونحط للطيور تبعتنا الا وهي هذه. كنا نشطفها على السريع هيك، بسم الله. طبعا لازم نشطفها منيح لانه لسه جديده واول مره نعبي فيها مويه، فبيكون طعمها طعم بلاستيك او بلاستيك وهيك وهيك هيك. البلاستيك كمان هذا له عمر معين، يعني له عمر معين وبنتهي تاريخه، فبصير يعني يطلع مواد ثانيه، مواد زي مواد مسلطنه واشياء ثانيه. فهو الافضل يعني كل سنتين او سنة لو تقدر ان انت تغير الشرابيات تبعونك غيرهم. زي ما شايفين بعد ما عبيناها هنقدمها للطيور تبعتنا الا وهي هذه. بسم الله. خلنا بس ايش ثواني اخوان، الموضوع شوية هيك محرج. بسم الله، خلنا نحط اللي هو هذا الشرابة الجديدة. زي ما شايفين بتكركر بتكركر. خلنا كمان نحط للطيور الثانية. طبعا حجيكم واحنا بنحطها. خلنا نحط اللي هو الشرابة هذه. بسم الله. تمام. ليش جبتهم حمر؟ سبحان الله يا اخوان، الطيور كافة باشكالها وانواعها يفضل ان انت تجيب الشرابة لون احمر، لانه عندها اللون هذا اشي مميز، انه اللون الاحمر هذا بدل انه في موية، يعني في مية انه هي تشرب. فيفضل انه انت اي شرابة بدك تجيبها لازم يكون لونها احمر، لانه مألوف عند الطيور اللون الاحمر لون اللي هو يعني في اشي مصدر مياه انه هي تشرب منه. بغض النظر اي حاجة هيك مدورة مألوفة عند الطيور هذه، ألا وهي أي طائر، مش بس الطيور الصغيرة، أي طائر. تمام، خلنا نروح على السريع بما تبقى من الأكم دقيقة هذول، نشوف اللي هو البطة وإيش صار على الركض تبعها وكم يوم وإلى ذلك. طبعا يا إخوان، الحلو في الفيديوهات تبعت إنه أنا بعملش الفيديو على موضوع معين، يعني بعمله على كذا موضوع، يعني بتلاقي الفيديو في كذا موضوع، فهذا إشي كثير كثير حلو. فخلنا نشوف اللي هو أكم
أو كم يوم، وهل فقست أو لا، وإيش صار فيها وإلى ذلك. تمام يا إخوان، إذا بتلاحظوا هان في جرذ عامل جحور، وهان كمان. فالبطة اللي كان معاها كتكوتين آخر مرة فقصت، انفقد اللي هو الكتكوتين يا إخوان في الجحور، شردوا، الجرذ أخدهم. أوبا، شايفين 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 شايفين، بس حطت إجري، إجري غطست. شايفين كيف؟ شايفين ها؟ شايفين؟ أوبا 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 أوبا، إيش هذا؟ الله يا إخوان، الإشي مزعج إنه جرذ وهيك. وين هذا أخريته؟ مش عارف أخريته وين. خلينا نشوف هان. لا 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 لا، الموضوع ما بنسكت عليه هيك. تمام يا إخوان، زي ما شايفين كسرنا اللي هو العشوش تبعت الجرذ، زي ما شايفين كسرناها. ايوه هذا اللي انا بقول لك عليه. طب سلم، طيب قول سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. تمام يا اخوان، بالنسبه للي هو الرقد كم يوم بيختلف على اساس انه يا اخوان على هوا السقع والبرد والاشياء هذه يا اخوان، فبيختلف. بابا اطلع برا عشان بدي اركز. يلا يا بابا، حبيبي حبيبي يا بابا، يلا اطلع، فوت جوا، الدنيا سقعة وبرد، فوت. شردت والله، شردت شردت يا اخوان، والله والله يا اخوان شردت. من هان طلعت، من هان، من تحتي والله يا اخوان، شردت وطلعت من تحتي من هان، ذهبت على جيراننا، راحت على جيراننا يا اخوان، شردت على الجيران. طيب منيح ان انا كسرت لها اللي هو الجحور. تعالوا نرجع لموضوعنا الاساسي، هي ضايل معانا دقيقة او نصف دقيقة. تمام، بعذر منكم، خلنا نمدد الوقت كم من دقيقة على اساس ان احنا نكشف ونشوف. تمام يا اخوان، بيختفي الوقت وضع البيض او الرقد من اللي هو بطة لبطة على هوا الجو. لو الجو كثير بارد او الجو كثير فيه اللي هو رطوبة، فبيختلف معدلها من 25 لتحت لـ30، فانت وحظك. طبعا بالنسبة للبيض لسه ما فقص، لسه ما فقص زي ما شايفين، يخرب بيتك ما فقص. فبالنسبة للإخوة اللي قالوا لي هل فقص ولا لا، لسه يا إخوان ما فقص، وما في اللي هو فقس. تمام يا إخوان، عرفنا وشفنا وتفحصنا، وأكم يوم هي راقدة. أنا مش عارف صراحة، اللي عارف يكتب لي تحت في التعليقات أكم يوم هي إلها فاقصة. وبس أتمنى لكم اللي هو يوم سعيد، بعيد عن اللي هو الرياح اللي ورايا اللي حتدمرني هالبيت. حس حالي أطير للأمانة، حس حالي أطير. سلام يا إخوان. طرحانين في الشرابة الجديدة. والله كأنه بتحمم، الدنيا بارد ولا ولا. ما شاء الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. لسه تم معانا عاش، انزل حط لايك. مازالك مهتم في اللي هو الفيديو. السلام يا إخوان.